السلام عليكم ورحمة الله. حلقتنا اليوم بنغير فحم لماكينة الهواء أو ماكينة اللي تنفخ الهواء. اليوم اتعطلت عندي هذه الماكينة، فسبحان الله أول شيء أنا فتحت هاي التوصيلة الأولية أساسا أفحصها شو فيها، ففحصت بطلت التوصيلة، بطلتها، فحصها في الكهرباء ما اشتغلت، لفيتها مرة ثانية فتذكرت أن فيه فحم، فسبحان الله بطلت الفحم من هنا، هذا بطلته من هنا، فعلا شفت الفحم متأكل، يعني ما بقي شيء منه، الفحم متأكل. فصرت أدور من السوق أشتري، فما حصلت من هذه النوعية. هاي النوعية قصيرة وفيه مثل ما تقول هاي الصفيحة، فما حصلت منها. فحصلت هذا النوع بس شفتها نفس الحجم، يعني يدخل داخلها، فاشتريتها. هذه الصفيحة بنقص هذه هنا، بنقصها وبنجربها، بنخليها صفيحة، لو انه طويل يعني بنضغط عليه اساس انه يكسر، بنجرب بنقصها بهالطريقة بحيث ان يكون تسير صفيحة. هكذا قصيناها، فصلناها عن هذه أساس أنها تدخل في المكان، بنضغط عليها بسم الله، هذه الصفيحة بطلناها، علما بأن هذه الآلة فيها فحمتين. كل آلة كهربائية طبعا فيه فحمتين، هاي الصوب وهاي الصوب، انا غيرت وحدة بس عساس انه ما اطول الفيديو. هذه طبعا هذا الفحم، اهم شيء الفحم يكون تركبه هنا نفس القياس، بعدين واحد يقدر يعني يدبر حاله بهالطريقة، حط الصفحة او اي شيء مشي حاله. طبعا هذه الفحم اللي بتكون من برا هذه تتبطل بسهولة ما في اي مشكلة، لكن المشكلة اللي داخل مثلا هذا الدلير الفحمات داخل هني، طبعا في الشف بيكون هني الفحمات، واحدة مني واحدة مني، مشكلة لما تبطل هذا يتبطل كامل عليك، هاي السويش يتبطل عليه صوب وهذا عليه صوب، هذا مشكلة. هذا لما تخترب عنكم الفحمة تودونه لهذا البياع اللي يبيع الفحمات، أصحاب الأدوات الصحية اللي يبيعون، فهذيلهم يعني يعرفون يبدلونها. اما هذا اللي برا هاد تكون سهلة، هذا ما يتبطل عليك اي شيء، تبطلها من برا، تبطلها سكروب وتبدلها يعني ما يتبطل عليك اي شيء. كل آلة الكهربائية لازم كل واحدة فيه فحمتين، احنا بجانب الشفت واحدة منه واحدة منه، فسبحان الله. فلما تخلونه تحر وايد تسخن زيادة، تشتغل عليها زيادة تحر تسخن، فهنا تحرق الفحمات بسرعة. فلا تخلون مثلا اي شيء عندكم يحر زيادة عن لازم لما يدخن، فهنا على طول تحترق الفحمة او شيء ثاني يحترق فيه. اما الديناميت اللي يشتغل على الماي او الغطاسات، يعني بدل الفحمات هذا الفيوز يسمونه الكفاسيشر، هذا الفيوز الشغل اللي متعلق بالماي. اما الالات الثانية اللي ما فيها ماي هذه الفحمات، فأحيانا ماكينة جديدة ما تشتغل عندك سنة تشوفها تعطل فيحترقن هذه بسرعة، ممكن الشلة توديه الماكينة مكان ما يبيعون أدوات صحية هم يغيرونها. وشكرا.